من جديد، ليسا قدرت تحتل الترند العالمي فجأة بعد انتشار اخبار انفصالها عن ابن اغنى رجال العالم فريدريك ارنو، وتحديدا في يوم 7 نوفمبر اللي فات احتفل فريدريك ارنو بعيد ميلاده 28. وفي اليوم ده ليسا كانت صامتة تماما على جميع مواقع السوشيال ميديا، وده اللي خلى عدد كبير من المعجبين يفكر ان ليسا ما حضرتش عيد ميلاد حبيبها لانها انفصلت عنه. ولكن المفاجأة الكبيرة ان ليسا ما قدرتش تتجاهل اليوم المميز ده لفريدريك ارنو. وفي يوم الخميس اللي فات انتشرت مجموعة من الصور لليسا وهي في من حوالي أسبوع عشان تحتفل بعيد ميلاد حبيبها. وبحسب الأخبار الكورية، ليسا سافرت لباريس على متن طيارة خاصة بعيلة فريدريك أرنو. ومش كده بس، ده كمان ليسا عملت شوبينج في أحد متاجر سيلين مع أحد أقارب فريدريك أرنو. وكل الأخبار دي كانت بتأكد شيء واحد بس، وهو أن ليسا وفريدريك أرنو ما زالوا ثنائي سعيد للغاية لحد دلوقتي. أما بقى بالنسبة لحل ليسا دلوقتي، فهي ما عندهاش أي نشاط جديد على عكس عضوات بلاك بينك الثلاثة التانيين، واللي مكملين بنشاط في الترويج لعمل هم الفردية من إعلانات وتعاونات ومؤتمرات. وعلى الناحية التانية، مع صمت وكالة واجي بشأن تجديد بلاك بينك العقد، تم تأكيد تعاون بلاك بينك مع الفنان الياباني المعاصر تاكاشي موراكامي، ومن المقرر يتم إصدار مجموعتهم التعاونية بإصدار محدود جدا يوم 8 ديسمبر اللي جاي. ومن هنا شاف بعض المعجبين إن دي علامة كويسة جدا على إن بلاك بينك ما عندهاش النية تتفكك أبدا، ولكن شاف البعض الآخر من الفان إن كده وكالة واجي بتحاول تستغل بلاك بينك حتى آخر لحظة. وفي نفس الوقت، من أحد الأسباب المحتملة لوجود روزي كل الفترة دي في أمريكا هي استمرار المفاوضات بين فريق بلاك بينك والوكالة الأمريكية كولومبيا ريكورد، ده غير إن آخر منشور شركته روزي أعجبت بيه المديرة العامة للشركة. وده غير كمان إن من قبل فترة طويلة شاف المعجبين روزي وهي بتتفاوض مع رومبيري رئيس شركة كولومبيا ريكورد، ودي كلها كانت علامات مهمة على عدم تفكك بلاك بينك بغض النظر عن الوكالة اللي هتجدد معاها المجموعة العقد. اكتب لي في التعليقات رأيك انت ايه في اخبار اليوم، وما تنساش الاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد عن بلاك بينك.